وبكده نكون أثبتنا بالأرقام إن المال لا يصنع السعادة، ولكن البيتكوين ممكن يصنعها عادي. بس كده، حد عنده سؤال؟ أنا عندي سؤال. اتفضل. بص، بالنسبة للرسالة أنا ما عنديش أي أسئلة، رسالة واضحة، بس أنا عندي سؤال واحد. أنت مش لابس البنطلون ليه؟ بنطلون؟ لا ما تضحكش عليا، ما أنت ما تضحكش عليا أنت كمان، وأنت ما تضحكش عليا، أنا راجل محترم. لا 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 كالكابوس. أنا في امتحان؟ دي لجنة؟ يلا يا جماعة، باقي 5 دقايق ولم ورقة امتحان العربي. 5 دقايق؟ امتحان عربي؟ مكتوب يوم بالروسي ليه؟ مكتوب بالروسي ليه؟ أنا ما ذاكرتش. لا 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 كان كابوه؟ كابوه؟ شناني شناني شناني. لا 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 ايه يا حبيبي؟ كابوس؟ كابوس يا حبيبتي كابوس. كابوس عامل ازاي؟ زي ده؟ ايه ده؟ بخ بخ. ايه؟ لا بقولك بخ بقى بخ. حاضر هبخ. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. في القرن 18 عالم التشريح الإيطالي لويجي جالفاني كان في معمله بيبحث في أحد الظواهر لما المساعد بتاعه لمس بالمشط عصب في وركة ضفدعة كانت متثبتة بدبوس، وهنا حصل الشرارة وتحركت عضلات رجليها. جالفاني ساب اللي في إيده وفضل يكرر التجربة. طب والضفدعة؟ الراجل ما كانش مهتم، كان مهتم يفسر إيه اللي حصل ده، ونشر في 1791 مقال شديد الأهمية عن شغله وقدرتنا على تحريك العضلات الميتة لما نلمسهم بين معدنين مختلفين. الظاهرة دي اللي هيسميها عالم تاني اسمه فولتا يسين الجلفانيزم أو الجلفانية، بمعنى توليد تيار كهربائي عن طريق تفاعلات كيميائية. الفكرة أثارت اهتمام العامة، فتجرأ ابن أخوه جيوفاني ألديني وخد الفكرة وطبقها على إنسان ميت، وفي عرض سنة 1803 جاب جثة أحد المجرمين المعدومين في لندن وحفز وشه كهربائيا، فلقى إن فكه بيرتعش وعضلات وشه بتتحرك، والأكثر رعبا وخد بالك من دي يا عزيزي، عينه فتحت. يا ساتر يا رب. في جزء تاني من التجربة يا عزيزي قدر يخلي الميت يحرك ايديه ورجليه. الموضوع ده يا عزيزي ارعب ناس كتير، وبقى زي اللي بنى فوقهم، ما لهمش سيرة غير هذه التجربة. ومن هنا انتشر مصطلح الجثة المجلفنة، اي العائدة من الموت. حتى الباحثين اتهوسوا بالعلاقة بين الكهرباء والحياة، لدرجة ان بعضهم حاول يخلع حشرات او ينفخ الروح في اشياء. في نفس الفترة في مايو 1816 وبجوار بحيرة جنيف في سويسرا، كانت الكاتبة ماري شيلي واللي كان لسه عندها 19 سنة مع جوزها المستقبلي بيرسي شيلي بيغيروا جو في سويسرا في فيلة اللورد بايرون شاعر الرومانسية البريطاني اللي كان عشيق اخت ماري شيلي الغير شقيقة. محمد انت بقيت نمام قوي، ايه اللي دخلك في الاسرة كده؟ عزيزي انا عشيق معلومة والمعلومة هي اللي خلتني ندخل. خبي المعلومة عنك يا عزيزي، مش هشتغل. المهم ان يومها الجو كان سيء فتحبسوا في البيت، والجو السنة دي كان استثنائي اشبه بقصة الرعب. السنة اللي قبلها كان انفجر بركان ضخم سبب تغيرات في الغلاف الجوي حجبت الشمس، وعاش الناس سنة كاملة من غير صيف، رعد وبرق وامطار وضلمة، والاخت ماري رايحة تقضي اجازة مع جوزها، وبتضطر ماري وصحبتها الحلوة يولعوا الشموع في عز النهار او يتلموا حوالين نار الحطب يتدفوا. الاتنين رجالة بيتكلموا والاختين بيسمعوا، وفي ليلة قرا لهم اللورد بايرون قصة من قصص الاشباح. بهزر يا عزيزي ما تخدش. وتحدى اللورد كل واحد في القعدة انه يكتب قصة شبح احسن من اللي هو قراها عليهم. قصة من القصص اللي خرجت في التحدي ده كانت لشبح بيمص الدماء، استوحاها بعدها 3 سنين جون بوليدوري ويحولها لذا فامباير، اول بطل خيالي مصاص دماء. لكن ماري ما كانش لاقي فكره، كل يوم يسالوها الفتي حاجه، وكل مره وهي متضايقه تقول لهم لا. لحد ما في احد الليالي جت سيره الجثث المجلفنه وقدره الانسان على انه يحرك الميتين. ماري سمعت كلامهم عن حدود الطب الحديث برعب واهتمام، ولما دخلت سريرها وسط اصوات المطر والرعد رجعت الخيالات المرعبه تتجسد قدامها، وشافت شيء مخيف، جثه شاحبه ممدده على سرير بتتركب حته حته، ولما يشتغل موتور قوي الجثه دي بترجع للحياه. بتصحى ماري مفزوعه ولكنها جاهزه تحكي قصه رعب من خيالها عن عالم شاب
بيصنع مخلوق غريب، وهذا المخلوق بيهرب من العالم ويقلب حياته المأساة وتحولها لرواية الخيال العلمي الأولى فرانكنشتاين. طبعا يا عزيزي فرانكنشتاين ليس الوحش، ولكن ده الراجل اللي عمل الوحش. الرواية اللي من تأليف ماري شيلي هي في الأساس قطعة من كابوس. هذا الكابوس خلق ثورة في أدب الرعب والثقافة الشعبية. للأسف يا عزيزي مش كل كوابسنا بتكون بسيناريو واضح زي حلم ماري. المخ كل ليلة بياخدنا لعوالم خيالية من غير قوانين. سألني أنا عزيزي متبهدل في الموضوع ده. أنا حلمت يا عزيزي إن أنا كنت راكب صينية مكرونة بشاميل وفي واحد اسمه صلاح بدير بيجري ورايا. مين صلاح بدير ده؟ أنا ما أعرفش. لا هو صلاح محسن ولا هو صلاح فوزي. مين صلاح بدير؟ وبعدين يا عزيزي في آخر الحلم الدولاب وقع. لو يا عزيزي هتعيش 75 سنة في 6 سنين منهم أنت قاعد بتحلم. والله يا أبو حميد هم أكتر من كده شوية. تقريبا أكتر من ساعتين كل ليلة بتقضيهم جوه الحلم، ومش حلم واحد، ده كذا حلم. وكل حلم ممكن يتراوح من ثواني معدودة أو تبقى أحلام طويلة تستمر من 5 لـ20 دقيقة. هتقول لي يا أبو حميد بس أنا ما بحلمش. عايز المشاهد الجميل نادر جدا لما يكون في حد ما بيحلمش. معظم الناس اللي ما بتحلمش بيكونوا ضحايا لتلف في المخ. حتى عزيزي بعض الأشخاص الفاقدين للبصر بيحلموا أحلام بصرية، وبعضهم بيحلم بأشكال مختلفة من الأحلام. مهم يا عزيزي إنه بيحلم. إحنا بس اللي بننسى 95% من أحلامنا بعد 10 دقايق تقريبا من الصحيان، والنسبة الأكبر منها بتكون أحلام سلبية. مخنا بياخدنا فيها الأماكن إحنا مش عايزين نروح لها مهما كانت ثقافتك أو بلدك. كلنا تقريبا شفنا احلام متشابهه، بنقع من مكان عالي او بنتخانق مع حد، شريكنا بيخوننا او كائن غريب بيجري ورانا، او بنقع من فوق مبنى، او دخلنا الامتحان واحنا مش مذاكرين، عريانين في مكان عام، شخص عزيز علينا مات، متاخرين على حاجه مهمه، او اسناننا بتقع. انا عزيز لحد دلوقتي لسه بحلم بالميد ترم. الله مش خلصت تعليم. وفي ناس بتحلم بشياطين واشباح واماكن مهجوره. مش شرط يا عزيزي كل حاجه سيئه تبقى كابوس. الكوابيس بتسبب مشاعر تقيله سواء قلق او حزن او غضب او احراج، لدرجه صحينا من الحلم في نص احداثه. ولكن اللي بيصحوا مفزوعين وبيصرخوا دول من غير ما يفتكروا هم حلموا بايه، ده اسمه نايت تيرور او ذعر ليلي. فجاه تلاقي الطفل صحي ودخل في نوبه من الصريخ برعب ونبضات قلبه متسارعه. لو افتكر حاجه شافها يبقى كابوس، كانه كبس على نفسك لحد ما صحيت. الرسام السويسري هنري فوسيلي مثله في لوحته الشهيره شيطان كابس على صدر بنت نايمه. بعض المتخصصين في المساحه دي بيسموه الجاثوم من جثمة، وهي ممدده على ظهرها، الوضعيه اللي بيعتقد انها بتزود الكوابيس. وعلى شمال الصوره رسم انثى حصان مير، قال يعني اللوحه دي النايت مير، انها ست نايمه وفي رسمه مير جنبيها. وخدت اظن ان هو كده يعني عمل نايت مير اللي هو بالليل نايت والست بتحلم بحاجه وحشه وجنبها رسمه مير فتبقى نايت مير محبوكه يعني. بس اقول لك عايزين انت غلط. مقطع مير اللي في كلمه نايت مير اللي معناها كابوس مش بتعني الفرس خالص. مير كلمه باقيه من انجليزيه العصور الوسطى، اسم شيطانه انثى بتاخد اشكال حيوانات او بتغزو البيوت بالليل على ظهر حصان وتخنق النايمين. الالمان القدام كانوا بيعتقدوا انهم يقدروا يمنعوها لو سدوا فتحة المفتاح، أو يدخلوا السرير بظهرهم، أو يسيبوا فردتين شبشب باصين للباب، أو يحطوا شيء معدن في السرير عشان يبعدوا هذه الروح الشريرة. من فكر التاريخ يا عزيزي والإنسان بيحاول يتخلص من تجربة الكوابيس، التجربة اللي بتخلينا مش عارفين ننام أو خايفين من النوم عشان مخنا ما يستفردش بينا ويعذبنا. ليه في كوابيس وايه جدوى وجودها؟ ليه نبقى احنا بنهرب من الواقع فنقابله ابشع في صوره كابوس؟ ليه المخ بدل ما يخلينا ننتصر على خوفنا يهوله لينا في الاحلام؟ كل دي يا عزيزي اسئله جيده هخرج وارجع اقولها لك. اوكي، في نظريات يا عزيزي اتحطت زمان بتجاوب على سؤال مهم، ليه بنحلم وبنشوف كوابيس؟ ناس شايفين انها بتعلمنا دروس، او ان ليها دلالات ميتافيزيقيه، او حتى تنبؤ بالمستقبل. عندك الامريكان الاصليين كانوا بيشوفوها نوافذ للروح بيستقبلوا منها رسائل الاجداد. واضح عزيزي ان جدي كان جعان في الحلم بتاعي. ولحد دلوقتي يا عزيزي مفيش طريقه نقدر نثبت بيها بشكل علمي انهي من النظريات دي صح، لان العلماء ما قدروش يختبروها في المعمل. والاحلام مش شيء موضوعي او شيء ممسوك، دي بتعتمد على تجربه الحالم، تجربه ذاتيه. ساعات بنحكي كابوس مرعب بالنسبه لنا احنا مرعب، بس اللي بيسمعنا يسمع الكلام ده ويضحك. على فكره تجربه المكرونه بشاميل كانت سخنه ملهلبه، كان رجلي بتولع. تخيل انت عندك فوبيا من الكلاب فحلمت ان انت وسط كلاب كتير، ده بالنسبه لواحد بيحب الكلاب صوره عائليه كلابي. فهي في النهايه نظريات لتجربه ذاتيه الطبع. فرويد مثلا كان شايف ان الاحلام بتعكس اللاوعي بتاعنا، ان كل حلم له محتوى ظاهري اللي هي المشاهد اللي بنشوفها، ولكن هناك معنى تاني خفي، رموز لو فكناها نقدر نعرف رغباتنا العميقه. لان الاحلام في رايه بتمثل الرغبات، بنكتبها واحنا صاحيين بعقلنا الواعي. تخيل عايزين انا في الحلم ده بحاول ادور على حاجه اعمق، غالبا اللحمه. كلام مستر فرويد فوق راسنا يعني، الاحلام ليها رغبه وكل هذا الكلام شكرا. بس مش كل الاحلام تحقيق لامنيات، محدش يتمنى ان اسد يجري وراه او يروح المدرسه ناسي البنطلون. ده هناك نظريه تانيه انسب بتقول ان الاحلام هي آلية الدفاع قديمه. ازاي؟ انا اقول لك ازاي. عجيب مشاهد الجميل عشان تنام انت بتمر باربع مراحل. في الاول بتقعد على السرير صاحي تغمض وتروح في نوم خفيف، بعد كده بتتعمق لمرحله النوم التقيل. لحد هنا ممكن تشوف مشاهد بسيطه مش احلام ملحميه ولا قصص معقده. لحد بقى المرحله اللي بعدها بعد ساعه ونص تقريبا من النوم، مرحله
النوم الحالم الرابيد اي موفمنت الار اي ام الرم. العين بتبقى بتتحرك بسرعه تحت الجفون كانها بتقلب في مشاهد وبتستعرض معلومات بصريه، وهنا بيزيد التنفس وضربات القلب تعلى وضغط الدم كمان، وعضلات الجسم كلها بتدخل في حاله من النشاط المنخفض. توتر العضلات او المسل تون بيقل، والسبب ان على حسب بعض التفسيرات ما بتقول ان دي طريقه تكيفيه عشان ما نتفاعلش مع الحلم بشكل يؤذينا. انت مثلا لو بتحلم ان انت بتجري، لو مفيش حاجه تعمل لك هذا الشلل هتعور نفسك، وده اللي بيخلي احد تفسيرات الجاثوم او شلل النوم بتقول اننا لسبب ما بنصحى في المرحله دي في وقت بتكون عضلاتنا لسه مشلوله، في حين ان النشاط المخي في المرحله دي بيكون تقريبا زي ما هو صاحي، بيستهلك نفس الطاقه خصوصا مناطق الذاكره ومعالجه المشاعر الهيبوكامبس والاميجدالا. فوالله على حد علم المخ احنا صاحيين، والحلم بالنسبه له موقف حقيقي فيبدا يتصرف ويتوتر، فكان المخ واحنا نايمين بيعمل محاكاه لاحداث مهدده ومخيف عشان ما تحصل في الحقيقه اكون جاهز لها. تتمرن في الحلم على الفقد والاحراج والمواجهه، ودي يا عزيزي اسمها نظريه محاكاه التهديد، ذا ثريت سيميوليشن ثيوري. وبعض الدراسات بتقول ان الاطفال اللي صحتهم النفسيه والجسديه مهدده بيشوفوا كوابيس اكتر من اللي عايشين في بيئه امنه. بس يا ابو حميد انا كوابيس عشوائيه، ايه يعني المحاكاه المخ بيعملها لما الاقي كلب لابس بدله وسايق جرار زراعي وبيرمي اقلام رصاص على كارفور؟ ايه المحاكاه اللي المخ عملها لي كابوس زي ده؟ فين التدريب؟ بتمرني على ايه يا اسطى؟ ده انت قلق راحتي ومبوظ لي نومي اللي هو اهم عامل في الاستعداد النفسي والذهني. انا لو مش نايم كويس ما انا هفشل، ما انا هتعب نفسيا. كمان المخ بيختار مهددات مشحونه عاطفيا، مش شرط انها تكون تهديدات حقيقيه. السؤال هنا ايه بقى المحاكاه والتدريب اللي في كده؟ ليه في حاجه تنغص راحتي؟ انا عايز انام واصحى فايق واشوف الدنيا واتعامل معاها واحقق انجازات فيها تمنع الاخطار. لو انا مش نايم ومش مركز هتخانق وهعمل مشاكل هتوديني في داهيه. وهنا يا عزيزي بتيجي نظريه اكزيستنشاليست بتقول لك الاحلام ليس لها معنى ولكن ليها اثر جانبي للي بيحصل في المخ. جذع المخ مثلا الحته اللي ماسكه المخ من الحبل الشوكي بيكون نشيط عشان ينظم ضربات القلب والتنفس والتوازن. كمان القشره البصريه والجهاز الخوفي اللي هو الليمبك سيستم، الجزء اللي في دماغنا اللي له علاقه بالمشاعر، فهنا بيكون في تراكين شغالين مع بعض. تراك بيعمل مهمه فسيولوجيه عادي والتاني بيتفاعل مع الاشارات العصبيه العشوائيه دي. لما نصحى نحاول نكون قصه من المشاهد والافكار اللي شفناها، لان ببساطه دماغنا دايما مهووسه بالبحث عن المعنى. انا عزيزي مفيش حاجه مضيعاني غير اني ببحث دايما عن المعنى. الجزء الوحيد يا عزيزي اللي بيقل نشاطه وقت الحلم هو الفص الامامي الجبهي، ده يا عزيزي في فصوص المخ ده الجزء العاقل، ده اللي مسؤول عن المنطق والاستدلال، ده وقت الحلم بيطفي. الجزء ده اول ما ينام باقي الفصوص بتاعه المخ تقلبها مراجيح، ولا كاننا بنكون عقل الانسان. ولو حصل وتمزج وعيك مع مرحله النوم الحالم يخش الوعي على النوم الحالم صباح الخير يقول له لسه مش صباح الخير دلوقتي احنا بنحلم يا اسطى. هنا يا عزيزي بيحصل احساس فريد من نوعه ما يسمى باللوسيد دريمز، الاحلام الواضحه. حلم بتكون مدرك فيه انك بتحلم وسامع نفسك وانت بتشخر. مش بس كده يا عزيزي، انت ممكن توجه الحلم الله وتتحكم في تصرفات الشخصيات الله وتجرب اشياء خارقه زي الطيران ولمس النار وكمان تتحكم في نهايه الحلم. لكن في الاغلب طبعا الاحلام بتعتبر هلاوس بنفقد فيها الاتصال بالواقع بدون اي احساس بالزمان او المكان. لكن برضو التفسير العصبي ده ما بيفسرش حاجه زي كوابيس الصدمات النفسيه، ده بيبقى عرض مشهور للناس اللي بتعاني من البي تي اس دي. المخ بيعيد التجارب المؤلمه وهم صاحيين، ولما يناموا بيشوفوها. ناجين الحروب بيشوفوا اصحابهم بيموتوا، اللي اتعرض لعنف اسري او الصحاب بتتكرر لهم مشاهد من الذاكره. فالاحلام مش مجرد حاجات عشوائيه ولكنها بتتاثر بالذاكره. المرضى اللي فقدوا الذاكره احلامهم بتبقى اقصر وابسط. في مدينه ايطاليه اسمها لاكويلا حصل زلزال وتسبب في اصابات ووفيات. الباحثين وجدوا ان كل ما كانت الناس قريبه لمركز الزلزال كل ما زادت الكوابيس واضطرابات النوم. خريطه الزلزال كانت شبه خريطه الكوابيس، كان المخ بيحتاج انه ينظم مشاعره بعد حادث صادم، ودي حاجه بيعملها مخك وانت نايم. عارف يا عزيز لما تنام قريف وتصحى مبسوط وسعيد حبيب الدنيا؟ لا يا ابو حميد والله ولا انا عزيزي. لا طبعا يا عزيزي الكلام ده بيحصل بجد مش في روايات الخيال العلمي. اللي بيحصل يا عزيزي ان المخ بيكون بسط المشاعر، فك السلوك الملخبطه، خد الذكريات بتاعه النهارده وفرمطها وفرزها، ايه هيكمل معانا في الذاكره الطويله وايه هنهمشه، فتفتكر طريقك بتاع المدرج وتنسى لون قميص الدكتور. جايز عرض الذكريات على المخ هو اللي بيصنع الاحلام دي. في دراسه سنه 2001 دكتور مات ويلس درب فيران انها تحل متاهه وتاخد مكافاه بعد نص الطريق، وسجل نشاط مخ الفيران وقت حل المتاهه، ولقى ان الخلايا العصبيه في منطقه الحصين المرتبطه بالذاكره الطويله بتنشط بنمط محدد
ولما يغير المتاهة بتنشط بنمط مختلف، ولما الفيران تنام بيسجل نشاط مخها وتفاجئ انه نفس نشاط المخ وهي بتحل المتاهة، كأنه بيحلم بموقف المتاهة بالظبط وبيسجل الحل في دماغه وبيسيف الطريق. عشان كده عزيزي الطلبة اللي بيناموا قبل الامتحانات بيأدوا احسن من اللي ذاكروا وفضلوا مطبقين. حتى عزيزي في الالعاب، لو انت في لعبة صعب ان انت تعديها جرب تنام وتصحى تلاقي نفسك عديتها. بقى عزيزي نصيحتي للطلبة والطالبات، عايز تلعب او تذاكر نام كويس عشان تصحى فاكر. طب منين يا ابو حميد مناطق الذاكره بتكون نشيطه وقت الاحلام، ومنين بننسى الاحلام لما نصحى؟ زي ما قلت لك يا عزيزي، الفص الامامي ما بيكونش نشط اثناء النوم الحالم، وده له دور في تكوين الذاكره. يعني عمليه تسجيل معلومات وذكريات جديده ما بيبقاش شغال وقت النوم، لان المخ لو بيسجل لي احلام وذكريات وقت النوم مش هيفتكر اللي فات، والذكريات هتتلخبط هتخش في الواقع والاحلام ويحصل درماغ. احنا مش ناقصين، احنا مشينا بالعافيه، زقه معاه دماغ. عشان كده عزيزي لو عايز تنسى الحلم ما تحكيهوش، لو عايز تفتكر حلم احكيه او اصحى اكتبه، المهم تكون له ذكرى وانت صاحي. هوب كنترول اس تسيف. بس برضو عزيزي في احلام بنصحى منها وتفضل لازقه في ذاكرتنا كانها حقيقه، الفيفيد دريمز او الاحلام النابضه بالحياه، بتحصل لما الجسم يحس انه استوفى كفايته من النوم ويقطع مرحله النوم الحالم الريم اللي بتكون فيه الاحلام معقده، فيفضل الحلم الاخير مكمل معاك شويه ساحب. وحتى لو نسيته ذاكرتك العاطفيه بتبقى لسه حاسه بمشاعره، فبتقوم تلاقي قلبك بينبض وجسمك مهدود. بعض علماء النفس كانوا شايفين ان ده بيقلل التوتر لما نسيب المخ حر التصرف مع مخاوف وقت النوم. لكن هناك دراسه لباحثين استراليين سالوا 420 طالب في الثانويه عن حياتهم وكوابيسهم وقيموا مستويات التوتر عندهم. فلو كانت الكوابيس بتقلل التوتر، فالمفترض ان الطلبه اللي بيشوفوا كوابيس اكتر يقدروا يتعاملوا مع المشاكل اللي في حياتهم بشكل افضل. لكن الدراسه اللي اتنشرت في مجال الدريمينج اثبتت العكس، ان مش بس الكوابيس ما منعتش التوتر والقلق، لا دي سببت قلق لاصحابها اكتر من اللي واجهوا مواقف مزعجه في الواقع، زي مثلا اللي واجهوا موقف انفصال اهاليهم. في دراسه تانية جم باحثين كنديين وعرضوا صور مزعجه لمجموعه من المتطوعين، زي مشاهد دمويه او واحده ست بيجبروها انها تركب العربيه تحت تهديد السلاح، والمتطوعين شافوا الصور دي قبل ما يناموا، ولما صحيوا عرضوها عليهم تاني، وهنا لقوا ان الاشخاص اللي وصلوا لمرحله النوم الحالم اتاثروا اكتر من اللي ناموا نوم خفيف، والاشخاص اللي عاشوا مشاعر سلبيه اقل في احلامهم كانوا اقل تاثرا من اللي شافوا احلام وحشه. بمعنى اخر الكوابيس ما خلتش الحالمين اكثر مرونه لما صحيوا، بالعكس دي زودت قلقهم. ولكن السؤال اللي مش واضح يا عزيزي، هل الكوابيس هي اللي بتسبب القلق، ولا هي مجرد تعبير عن معاناه صحابها مع القلق؟ يعني هي سبب ولا نتيجه؟ ده سؤال يا عزيزي عامل زي سؤال البيضه ولا الفرخه، وهنرد عليه نفس الرد اللي بنرده على اللي بيسال البيضه الاول ولا الفرخه. بتاكل يا اسطى وانت ساكت يا اسطى؟ الاكيد يا عزيزي دي ظاهره طبيعيه تماما، مفيش حاجه تدعو للقلق لو كابوس بيزورك من كل فين وفين. ضغوط الحياه العاديه والتغييرات الكبيره ممكن تعمل بعض الكوابيس، او ممكن تبقى نتيجه لامراض او ادويه معينه، وساعات لخبطه نوم وانت ما شاء الله يا عزيزي يعني سهران الفجر بتتفرج على ابو جوليا. طبعا يا عزيزي جزء كبير من الحاجات دي ممكن تتجنبه لو ظبطت الرياضه في اليوم، ايه شويه نوم كويس مظبوط، تقلل محفزات ذهنك قبل ميعاد النوم، ما تفضلش انت على السرير يا عزيزي وماسك التليفون وعمال تسكرول اب داون العين. ولكن يا عزيزي طبعا لو بتتكرر الكوابيس دي بدرجه تاثر على ادائك وحياتك، فممكن تكون مرتبطه بمشاكل نفسيه، وهنا يا عزيزي انصحك كالعاده تستشير مختص. هو انت مش مختص يا ابو حميد؟ لا. ولكن في الاغلب الاحلام مش حاجه مؤذيه، بالعكس يا عزيزي المجد للحالمين، علماء كتير استلهموا من احلامهم افكار تغير الواقع، وفنانين كمان. في مصادر بتقول ان نيلز بور مثلا ابو ميكانيكا الكم شاف نواه الذره والالكترونات بتدور حواليها زي دوران الكواكب حول الشمس، فرجع لمختبره يدور على ادله تدعم هذه النظريه، واكتشف بنت الذره زي آلاف النظريات الرياضية، جوجل وأغاني البيتلز، سلسلة تويلايت وذا ترمينيتور، مكنة الخياطة ونوتات بيتهوفن، تركيب البنزين والجدول الدوري، كلها ابتكارات ليها إلهام جاي من الأحلام. المخ بيخلق سيناريوهات غير محدودة لحل مشاكلك ما كنتش هتاخد بالك منها وأنت صاحي. جايز الأحلام بتحمل رمزية لمعاني أعمق، جايز بتعيشنا مغامرات بعيدة عن حدود الواقع، تفكرنا بخيالنا غير المحدود وبتعقيد دماغنا، بتفكرنا نواجه مخاوفنا، المخاوف اللي لما بنكبتها بترد في وشنا تاني. في النهاية يا عزيزي تظل الأحلام ظاهرة غير مفهومة، الأسئلة فيها أكتر من الإجابات، بس لو عايز إجابات أكتر من أسئلة عليك بالحلقات اللي فاتت والحلقات اللي جاية، انزل بص على مصادر واحنا على اليوتيوب نشترك على القناة. من فترة يا عزيزي قابلتني بنت جميلة قالت لي يا دحيح إزيك أنا عارفاك، دحيح أنت فتى أحلام، فرحت وانبسطت وحسيت بسعادة شديدة لحد ما عرفت إن هي تقصد ده بشكل ليترالي، وإن هي بتشغل حلقات وبتنام بتشوفني في الأحلام، فأصبحت أنا فتى في أحلامها.